عمي شو أكثر شغلة عملتها فخور فيها؟ والله يا بالضبط أنا عارف. إيش ما يخطر لك عمي؟ يا أخي إني تزوجت واحدة بحبها. إني ضحيت بحياتي لمقابل إني أسعد أولاد أخوي الله يرحمه. مرة أنقذت حدا إنه حرفياً من انتحار، وكتير كان الموضوع صعب لأنه أنا كمان كنت ممكن إنه أكون نفس الموقف، بس حسيت إنه ممكن إنه أنا أكون أقوى مشان هذا الشخص يقدر إنه يتعدى هذا الموقف، فإنه حطيت حالي قبل الناس، بس إنه كان هذا إشي كتير مهم يعني. يعني يمكن إنه شبكة كهرباء لأهلي سرقة من بيتي عشان ما يدفعوا فواتير الكهرباء. عادي أحكي أي شيء. هربت من العراق. أخين ثلاثة. إني بدي أسافر، بدي أطلع من البلد. صراحة. ساعدت واحدة من صحباتي خلال فترة كتير صعبة في حياتها، كانت إشي حلو. سأل أهم إشي فخور فيه إنه يعني بر الوالدين، إنه الحمد لله رب العالمين. أبوي توفى من تقريبا 7 سنوات وكان الحمد لله رب العالمين إنه راضي علي بإذن الله، وهذا بفتخر منه. والدتي موجودة والحمد لله راضي عنها، الله يحسن خاتمتها وتكون راضي عنها إن شاء الله. الله يرحم الوالد يا رب. آمين الله يرحمه. فخور، بحس إنه مش غرور ولا تكبر، بس بحس إنه تفكيري يعني مختلف عن الكل، وتفكيري كويس كثير. بس والله بصراحة ما في شيء يبسط. يعني الحمد لله عندي أسرة منيحة وعندي عيلة كويسة، الحمد لله ماشي أمور. نحن كنا ساعدنا واحد يعني كان محتاج، الحمد لله التمين نحن والشباب أصحاب إلي وساعدنا، ويعني تجوزنا لما نالوا مصاري وجوزنا، صار يعني ما شاء الله فتح بيت، وكان هو حالته كانت ضعيفة، ما تجوز فتحت نفسه على الحياة واشتغل وصار ما شاء الله عنه الحمد لله. نطلع مع بنات ظلتني متذكرها، هاي طلعت مرة مع بنت وانبسطت، ظلتني متذكرها وحبيتها. ما بقدر احكي يعني، في مش اشي اشياء بس ما بقدر اظهرها يعني، وفخور فخور فيها بس ما بقدر اظهرها. ممكن اني شجعت اخواني على يعملوا اشي رهيب بحياتهم انه للمستقبل، اني شجعت اخواني وهيك. اني درست بنتي وخلصت جامعه، ودرست ابني وقضي له سنه بالجامعه، وعندي بنت السنه هي توجيهي، طبعا قبل التوجيه جابت معدل 97 بفضل من رب العالمين. مثل ما قلت لك كان عندي اخ منغولي، اخ منغولي عاش 51 سنه، انا فخور بخدمته وبعطاء له، لان هذا المنغولي صعب، انا فخور بهذا العمل اللي قمت به وشكرا. انا والله لسه ما سويت، نفسي اسويه، طلع والدي ذا الحج. ان انا زلمه ملتزم، بصلي بخاف الله، زلمه قد حالي، بشتغل بقيم بجيب يعني بشتغل بدبر على العم، مش بحال حدا يعني، الحمد لله كافي خيري شري، هذا اشي بفخر فيه، كامل مكمل الحمد لله، الكمال لله طبعا. اكثر شغلي شغلي اللي بشتغله، انا بشتغل استاذ بمدرسة. رهيب رهيب.
ولك روح روح انقلع. فشو بدك؟ انت حيرتني. يلا هذا انسان منهم اللي بصلح بين الناس. مع الحمدان مع معروف بصلح بين الناس. اني بتجاهل العصبيه لاي واحد، يعني الناس بدنا نصبر عليهم. في انا في عالم تصبرش على حدا، يعني ما بده يشتري شيء تروح تقول له لا بدك تخلص اطلع يا معلم. انا بحب اصبر عليه ايش بده. اللي بيبسط اللي زبون الله بيبسط. والله يعني انه الحمد لله يعني بنيت للحجه، يعني الحمد لله هي اهم شيء، وواحد فتح له مصلحه يعني وبس. اني جربت كل شيء بقدر اجربه، واكثر شيء جربته سكيت بورد زي ما انت شايف، يعني كان شيء جدا رهيب. هي الصراحة انه يعني القراءة والعلم، اني يعني بفتخر اني انا بقرأ كتب. يعني طبعا انا من جديد صرت اقرأ كتب، وطبعا يعني مش متعمق في القراءة يعني في هذا، بس لقيت انه العلم والقراءة اشي جميل. وشغلة ثانية كمان، يعني كمان العلم حلو، يعني كمان بيفتح لك طرق كثيرة في الحياة وبيفتح لك أبواب معرفة كثيرة. والله أنا تجوزت وعندي بنتين، الله يرزقك يا رب. يوم مساعدة الختيار اللي كان يومتها راح يوقع على الشارع ومعاك أكثر من كيس، حملت الأكياس معه. ما أهلاكي، ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك. فخورني طورت بحياتي وتقدمت بشغلي يعني، وحياتي صارت أحسن يعني، وكونت بيت وأسرة وتزوجت وعملت شغلات كثيرة بحياتي كانت لقدام، يعني مستقبل حلوة حياتي. كسبان رضا أهلي أمي وأبوي، يعني هاي شغلة كثير أنا بحبها. التخرج من التوجيه معدل عالي. هلا انه ممكن اني سافرت على فلسطين لحالي، تمام. هاي كانت احلى رحلات حياتي. ممكن كيف اني يعني شاب صغير عمره 16 سنه كان ايامها انه يروح لحاله هيك، فممكن انه شيء كثير حلو. والله ان بالمهنه تبعتي اني تعرفت على ناس كثير، والحمد لله علاقتي كويسه مع الناس، وربيت جيل اولاد ما شاء الله والحمد لله، وسلمتهم المهنه تبعتي، يعني وراثة، صارت مهنتهم وراثة. وشو مهنتك عمي؟ أنا مهنتي موسرجي بقولوا لها، تدفئة أو صحي، يعني مقاول تدفئة أو صحي بمجال الإنشاءات. إني يعني وقفت مع أهلي وساعدتهم من عد يعني ما صار عمري 18 سنة، ولهسه ما زلت أنا ساعدهم، وإن شاء الله راح أظل ساعدهم طول العمر. اللي عملتها بحياتي وفخور اني عملتها دراسي، يعني انا هلا بشتغل هون بسوق السكر، بس معي بكالوريوس امتياز جامعه اردنيه، ماجستير امتياز جامعه اردنيه، والان دكتوراه في الجامعه الاردنيه، خلصت اول سنه وهيني بكمل دراسي في الجامعه الاردنيه، دكتوراه علوم سياسيه. والشيء اللي افتخرت فيه اني كنت رئيس اتحاد طلبه الجامعه الاردنيه 2010. يعني هذا من الشغلات اللي بفخور فيها صراحه. درست ابنائي. أكثر إشي فخورة فيه يمكن فخورة إني راضية أمي وأبوي. دايماً لما أنت تكون تساعد ناس بغض النظر شو ما كانت مساعدتك، بسيطة ولا هاد، فأنا دايماً بعتز إني أنا ساعدت بني آدم، لأنه بحس إني أنا إشي بالمجتمع مش عالي عن المجتمع، لأنك أنت بتساعد ناس وتساعد اللي حواليك. شغلة الإنسانية كثير برضو طعمها حلو كشخصياً كنفسياً. أنت لما تساعد واحد تكون نفس الوقت شفقان عليه، بس نفس الإشي بتكون طالع إنه هيني أنا سويت إشي للمجتمع، سويت إشي لحالي، لأرضي الناس وأرضي حالي، مش عشان الناس تطلع علي إني أرضيته، لا بالعكس، يمكن أنا وياه وما حدا بيعرف بالموضوع إني أنا ساعدته، بس خلص عشان نفسك إنك أنت عارف إنه أنا سويت إشي منيح للمجتمع وللدنيا، مش بس أنا عادي. ممكن هذا يكون الإشي كنت أنا راضي فيه كثير.
أكثر شغلة فخور فيها إني الحمد لله إني هاي نهاية إني بدأ ناوي نفتح باب جديد.